السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو آسر. النهاردة مع الباشمهندس أيمن، اشرح لنا نوع الصبار اللي عنده. وزي ما انتم شايفين، ماشي يا باشمهندس أيمن، اتفضل. أول نوع معانا، أول نوع صبار شمعدان اللي هو سيرس، تمام، اللي هو العواميد ده، وكرشة، الكرشة اللي هو اللي ورا ده، الكرشة اللي ورا العالية أوي ديت، أيوه دي فصيل من الكرشة، تمام. في البورس، ورونا اهو الباشمهندس ايمن، ده فصيله من نوع صبار اسمه صبار البورس. تمام. وفي صبار اسمه صبار الوحش زي ما انتم شايفين حضراتكم، تمام، ده صبار الوحش. ماشي يا باشمهندس، اتفضل. وده صبار النجمه، ليه زهره جميله قوي. الصبار العمدان الصغير ده شبه النجمه، حمرا، زهره كبيره. تمام. اتفضل يا باشمهندس. ده صبار بلدي زي ما انتم شايفين. نوعه ايه يا باشمهندس؟ ده صبار بلدي. بلدي. وده صبار البلطه، تمام. وده زي ما قلنا قبل كده، ده الوحش. ده الوحش اللي هي اللي الوحش الصوره الكبيره، ودي عمه الاوضه صفرة، تمام. اتفضل يا باشمهندس، خش خش خش. ودي عمه الاوضه خضراء، دي العاديه اللي هي الصغيره، دي العاديه الخضراء خالص صغيره. تمام. التين ده نوع ده فصيله من التين، بيتاكل برضه. نفس التين البلد بتاعنا بس حبيته حمرا زي ما انتم شايفين حضراتكم، التين اهو. ودي الكرشه الاساسيه، دي الام ذات نفسها اللي بناخد منها الفصيل اللي بيطلع منها ده، تمام. في يوم من الايام بيقوم قالب تاني لاصله ده، للاصل بتاعه ده، اللي هو اصله ده لو زرعناه يقلب ده، وفجاه ايه ده، يقلب من فوق يبقى شبه ده، تمام. ودي عمه بيضه، تمام، ده فصيل من العمه البيضه برضه، تمام. طب وده يا باشمهندس، دي دمعة الطفل، وده صبار ترمسة، ده برضه فصيل كويس. في نوع زيه اسمه كرواسولا، نفس الورقة دي برضه، ممكن الأسماء العلمية زي على الاسم، ممكن إنما الاسم المعتاد ممكن. دي صبار المنجفيرة زي ما أنتم شايفين كده، دي مش الخضرة، غير الخضرة خالص، لها سلتها، لها قرن غريب كده، وناشفة قوي. تمام. وده الشمعدان برضو اللي هو اللي واقف ده، ولا نوعه ايه؟ اللي هو ده الشمعدان الاصلي خالص، ده الاصلي، تمام، ده الشمعدان الاصلي خالص. ده اول فصيل من الشمعدان. تمام. وده صبار المنشار، ده المنشار الامريكاني. وده فك التمساح، تمام، الصبار ده اسمه فك التمساح، تمام. ودي الالوفيرا العادية اللي هنا دي، ده صبار بلدي، اللي هي الالوفيرا العادية ده، بتاع الصبار بتاع الشعر ده، ايوه تمام. ده الانطوانة، ده صبار الانطوانة، ماشي تمام. وده صبار متغشكر، تمام. وده صبار فصيل برضه شبه النجمة برضه، شكله جميل ده. ودي إبرة بلدي خضرة، ده من نوع الصبارات برضه، وده برضه، وده أناناس فصيل من الصبارات. ودي الالوفيرا الاصلي، موال بابيض ديت، تمام، مع فك تمساح برضو مبرقش شغال بلونين. وده برضو الوحش زي اللي فات، وده انطوانه برضو، تمام. هو ده الصبار المعتاد في منطقتنا هنا. ده بس حاجه ما شاء الله عليها يا باشمهندس، والله تسلم ايدك والله. شكرا افضلك يا باشمهندس، واللي عاجبه حاجه مشتل ايمن السعدي على طريق سنتريس. كل سنه وحضراتكم طيبين، استعداد لموسم الربيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.